مرحبا بكم على حكيمة بالعاصمة. عندي ثلاثة تاع الكويس، انا راح نحمرهم وحبة بصل وثلث سنينات يعني كبار وزوج وريقات تاع راندو سكنجبير وكركم فلفل كحل، وراني راح ندير ربع مغارف زيت. انا البصل تاعي راني قطعته دي ترونش ودوك راني حنديرو على نار هاد. راني رايحة نزيد ندير هادوك التوابل ونحركو ونخلوه ديما يتشمر. راني رايحه نزيد ندير له، نقولكم هاد تلت حبات طوماطيش نحينه له من الزريعه، نقولكم هادي هي الطوماطيش اللي راح تبن لنا هاد الدجاج تاعنا تاع نهار اليوم. ونقولكم يعني غير على نار هاديه ما نديرولوش كاع الماء حتى يطيب، ونوريه لكم ان شاء الله. انا راني حنرفعها يعني لا بيغي تاعي، شوفوا راهي طابت، شوفوا كيفاش تلقت هذاك الماء تاعها. وناخذ نص كاس ولا حتى كاس دوك نشوف. وانا لا بيغي تاعي نحب ندلكها بزيت زيتون وجد زيت زيتون، وانا رايحين نستعملوا لي باتور. هاو طابقت على لا بيغي تاعنا، نقول لكم هذيك الطوماطيش هي اللي بننت لنا هاد لا بيغي. نقول لكم غير ديروها بطريقتي وان شاء الله تاكلوها بالصحه.